افتحكوا كده على الصبح واقول لكم خبر ان محمد الشيبي الباك رايت بتاع بيراميدز مصر على الاستمرار في مقاضاه حسين الشحات وعدم الاكتفاء بالشكاوى اللي قدمت لاتحاد الكوره. والناس وهو وده حقه في الاخر، ده حقه طبعا، شايفين ان مش هياخدوا حق ولا باطل في اتحاد الكوره في القصه بتاعه الالم بتاع حسين الشحات. وهو شايف ان ماتشين وعشرين الف جنيه عقوبة صغننة، وبالتالي وفق التقارير الاخيرة والمعلومات اللي جات لنا وحتى تقارير نشرت في الصحف والاعلام المغربي، فالشيبي مصر على الاستمرار في القضية وتقدم فعلا ببلاغ رسمي للسيد النائب العام، بل كمان في تقارير بتقول ان هو ادلى باقواله في هذه القضية او في هذا البلاغ امبارح. التقارير بتقول كده انه ادلى بهذه الاقوال امبارح، وان كان معاه ثلاث محامين ومسؤولين من نادي بيراميدز، والمفروض وفق برضو التقارير ان يتم استدعاء حسين الشحات للادلاء ايضا باقواله في هذه القضية. ووفق الاخبار اللي جاية برضو من النادي الاهلي اللي فيه محامين وكلوا للقضية دي يبقوا مع حسين الشحات، يعني هياخدوه وهيضلي بأقواله وهيطلبوا شهادة لاعبي بيراميدز في الاستفزازات وفق أقوال المحامين بتوع حسين. احنا ملناش دعوة، احنا بنرصد لكم الأخبار، يعني انهم هيطلبوا شهادة لاعبي بيراميدز في الاستفزازات اللي كان بيقوم بيها الشيبي للعبة الاهلي وجمهور الاهلي وحسين الشحات، مش بس في الماتش الاخير بتاع الدوري اللي بيراميدز كسبه 3-0، ده دي ممتدة من مباراة السوبر المصري اللي اتلعب في الامارات واللي كسبه النادي الاهلي 1-0 بالبنالتي بتاع علي معلول لو تتذكره. وبيراميدز شايف ان الموضوع ده يعني هيخلص بالطريقة دي، لكن مش هيخلص في اتحاد الكرة. هم قدموا تظلم على العقوبة اللي قررتها لجنة المسابقات، ماتشين وعشرين الف جنيه ايقاف لحسين الشحات في بطولة الدوري فقط، يعني الماتشين دول اول ماتشين في الدوري حسين مش موجود، او يمكن ماتش واحد لان في ماتش هو كان مش موجود اخر ماتش للاهلي قدام المصري في الدوري هو ملعبش، فبقى له ماتش واحد. والحقيقة ان بيراميدز بينتهج نهج بظن ان هم مركزين جدا جدا مع النادي الاهلي، مش نتيجة توترات سابقة ولا نتيجة ان هو في كلاش ولا تصدع في العلاقات ولا الكلام ده، لا مش ده السبب، لكن لان بيراميدز عنده طموحات كبيرة دلوقتي وفق الصفقات اللي بيبرمها وبيجيبها والارقام اللي بيدفعها. جايب 4 صفقات ولا اقول، الراجل الهداف بتاع الكونفدراليه وجايب الثلاثه بتوع فيوتشر محمود مرعي ورضا بوبو ومهند لاشين، وقبليهم كان جايب سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه، 6 صفقات قويه جدا مع السكواد اللي موجود من رمضان صبحي وعبد الله السعيد وابراهيم عادل وكل النجوم اللي موجوده، يعني الاسماء كتيره جدا. هو شايف هو طموحاته قوية جدا، يخش عايز ينافس بقوة على الدوري وعلى الكاس وعلى افريقيا، ويقول لك انا بوصل للمراحل الاخيرة فبقي لي تكة، يعني وصل فاينل كاس كانت تكة وياخد الكاس، خسر من الاهلي 2-1، وصل سوبر تكة وكان يكسب السوبر خسر من الاهلي 1-0، وصل في الكونفدرالية فاينل مرة ووصل سيمي فاينل مرة وخرج من دور الثمانية مرة، مرة تكة ومرة تكتين ومرة 3 تكات، حلو كده؟ التكة دي يعني ايه؟ يعني باقي على الحلو زقة، والزقة دي مين اللي واقف في وش لازم يتزق؟ النادي الاهلي هو اللي بياخد دايما الزقة الاخيرة، التكة الاخيرة دي بيعرف يعملها الاهلي كويس قوي ويخطف بها الليلة. فبقول لك انا بقالي تك، ما تيجي برضو نلعب لعب غير الملعب، يعني اناكف في اللعيب في حسين الشحات،
بيان مره كده اناكف كده يعني، واقعد اشغل في الاهلي برضو، وده سياسه من السياسات اللي موجوده في الدنيا كلها على فكره. انما ده القصه بتاعت حتى الان موضوع الشيب وحسين الشحات ما نامش ولا خلص، ده اخر التطورات اللي فيه.